طيب ده مكان الأكروبوليس. قبل ما نطلع عشان المكان فوق بيبقى صعب شوية. انت شايف وراك ايه؟ عمود السواري. احنا قلنا حتى في الاثار، الناس اللي معانا في الاثار، اثار هو العمود بيتكون من كام جزء؟ طيب سرير، احنا هنقولها بالعربي الاول. اي عمود هو في الاركيتكتشر في العماره بيتكون من ثلاث اجزاء: قاعده خلاص وبدن وتاج. قاعده بدن تاج خلاص. تاج العمود مصنوع من حاجه اسمها البروفايري خلاص، وده يعتبر من اكتر الانواع الاحجار صلابه وقوه، وباخد الشكل الكورنثي. بصوا كده عليه يا شباب وانا بشرح تمام. والبدن العمود هو من الجرانايت، وتم جلبه خصيصا، يقال ان هو موجود من حجر اسوان وتم نقله خصيصا لهذا المكان. والبدن مبني على مجموعه من الاحجار القديمه لمباني قديمه. طيب انا عرفت ازاي ان هي مباني قديمه؟ نتيجه ان في فجوه في التجويف في الجانب الغربي والشرقي بيوضحوا ان جوه في مجموعه من الاحجار عليها بعض الخراطيش الملكيه، مثلا زي سيتي الاول، سيتي الثاني، بسمات الثاني من اسره 26 خلاص. ده بيوضح ان المكان اساسا كان فيه بعض المباني اللي بترجع للعصر العثماني القديمه، وتم اعاده استخدامها لتصبح القاعده لهذا التمثال. كلام كتير جدا. في عصر مثلا الملك لويس، الملك الفرنسي لويس الخامس والرابع 15 وال 14، قدموا طلب ان هم عايزين العمود دوت يحطوه في احد ميادين باريس خلاص، بس تم رفض هذا. عادي يعني، احنا المسلات موزعنا شويه، معابد شويه، فده كان طلب عادي. من الواضح ان هو كان طلب عالي، بس طلب تم رفضه. دي حاجه. تاني حاجه، ظهرت بعض بقى الاساطير، يعني كل بقى حد من الرحاله في العصور الحديثه والمعاصره بالذات يقول لك انا مريت على اسكندريه وطلعت انا واصحابي وتعشينا فوق، ومش عارفه اتعشينا جنب التاج. يعني حصل اساطير كده حوالين التمثال العمود ده. العمود دوت ليه مسميات مختلفه اوكي، اشهرها ان هو عمود السواري خلاص، ودي تم ذكرها في احد روايات المقريزي ان هذا المكان كان بيها اكثر من 400 عمود. واثناء فتره الحروب الصليبيه خلاص تم رمي اجزاء من هذه العواميد في الميه خلاص، عشان يمنعوا الاساطيل الاسطول او الحملات الصليبيه ان هي تيجي على اسكندريه. ويقال ان هذا المكان، هذا العمود كان اطول تمام، حتى ان المقريزي ذكر ان هو شبه ساريه العلم. الترديشن ده موجود في بعض الدول، ان هو ممكن تحرق الجثه وتحطها في سينري ايرن بتاع، يعني هو مازال مستخدم في بعض الدول يعني. فيقال ان هو رماد المتوفى بتاع بومبي اتحط فيه انيه حرق واتحط فوق هذا العمود خلاص، لان بعض القواد الرومان حصل معاهم نفس القصه، وكان بيتحط الانيه بتاعتهم فوق عمود شهير مثلا في روما بالذات. ده كان تقليد، ده احد الروايات، وذكرت هذه الروايه من قبل مؤرخ مصري عربي اسمه عبد اللطيف البغدادي، واتاكدت في بعض الروايات الحملات الصليبيه خلاص. يبقى احنا لغايه دلوقتي عندنا كام مسمى؟ عمود السواري، بومبي. في برضو روايه ثالثه قال لك ان هو عمود ثيودسيوس خلاص. ليه عمود ثيودسيوس؟ قال لك ان هو اثناء بعد الاعتراف بالمسيحيه كديانه رسميه للبلاد خلاص، ظهر بعد مرسوم ميلان ومرسوم قسطنطينه ان هو دمروا معاقل الوثنيه، يعني تم تدمير معاقل الوثنيه على كافه انحاء الامبراطوريه مش مصر بس. فيقال ان المعبد السيراكوم تم تهديمه تماما، وان المسيحيين عملوا العمود ده كدليل انتصار المسيحيه على ايه؟ على الوثنيه. بس ايه الحقيقه، برضو الراي ده شويه في ديبيت، لان في هذه الفتره برضو يعني المسيحيين ما كانش عندهم لا القوه السياسيه العاليه ولا الفاينانشال سورسز عشان يبني عمود زي ده، فبرضو الروايه دي عليها ايه؟ ديبيت. يبقى انا عندي لغايه دلوقتي كام مسمى؟ ثلاثه ثيودوسيوس، السواري، بومبي. ايه هو الراي الادق؟ الراي الادق ان هو نص ديوقلتيان. ليه بقى؟ لان في فتره احنا استندنا للقصه دي لان في جريك انسكربشن في البيت بتقول بقى ايه؟ الذي لا يقهر، الاله الذي لا يقهر، الامبراطور ديوقلتيانوس خلاص؟ برايفكتوس اوف ايجيبت، البرايفكتوس بتاع مصر،
يهدي لك هذا العقد. فالناس بدأت تدور في كتب التاريخ هو حصل ايه في عصر دقلديانوس. حصل في عصر دقلديانوس ثورة في مصر في عصر في منطقة اسكندرية عن طريق واحد روماني اسمه لوكيوس ديميتيوس، وكان معروف في الروايات باسم أخيلس. أخيلس يلا قال لك الحكم الروماني دوت حكم جائر، ودقلديانوس عامل حملة اضطهاد عالية، فيلا بينا ايه مش عايزين دقلديانوس. جه دقلديانوس راح حاصر المدينة 8 شهور. تمام؟ بعد الحصار المدينة 8 شهور بدأت مؤن الأكل والغلال تقل داخل المدينة، فحصلت ايه؟ مجاعة. فدقلديانوس قلبه رق شوية وبدأ يزود المدينة مرة أخرى، يفتح الأبواب اسكندرية للغلال وللأكل عشان الناس جوه تتخيل المدينة بتحاصر حصار كامل ومفيش أكل 8 شهور، برضه موقف صعب. فدقلديانوس أمر إن هو يزود المدينة بالغلال وفك الحصار عنه. فأهل اسكندرية أقاموا له هذا النصب، كنصب تذكاري، كنوع من أنواع الاعتراف بالغلال. مفهوم زي ما نقول ان هو افضل مكان فعلا ان انت تشرح فيه عمود السواري اللي هو في المنطقه دي، وهقول لك تشرح السراقيوم منين. يبقى this pillar we are standing in front one of the most important monuments in this site which is wrongly known as Pompey's pillar or سواري pillar. ممكن تقربي شويه. Plus, this column, like any other column, consists of how many parts? Three parts. The base, خلاص, the body, and the capital. Concerning the capital, it's made of porphyry, خلاص, taking the Corinthian shape. And this is one of the shapes of the capitals, which was commonly found during the Greek-Roman period. Mm. Concerning the body, it's made of granite. It was said that it was found, or it was get from the quarries of Aswan, transported through the Nile, and after that it was set up in this place. And finally, the base was established on number of blocks from older buildings. How do we know that it's from older buildings? Because we discovered number of hieroglyphic inscriptions, number of royal cartouches bearing the names of different kings like Seti the First, Seti the Second, Tasmatic the Second of the 26th dynasty. Okay, the total height of this shape or this pillar is 26.85 meters. Concerning this pillar, different names were mentioned for naming this pillar. Three of them were wrong, and the last one is the most acceptable one. Firstly, this shape or this building was called Pompey's Pillar after the Roman general. After the Roman general Ismael, Pompey fled away from Julius Caesar to Egypt, and he was killed by Ptolemy the 13th, seeking for the satisfaction. يعني إيه seeking for the satisfaction? including the
ان انا بحتفل بايه بانتصار المسيحيه على الوثنيه بعد فترات طويله من الاضطهاد. But this also is not accepted because the Christians during that time didn't have the financial sources nor the political power to build this state monument. The most acceptable opinion is this pillar was a memorial pillar خلاص made by the Alexandrians to to confirm their gratitude يعني confirm their gratitude شكرهم امتنان خلاص reflecting their gratitude to Diocletian. Who's Diocletian? He's the Roman emperor and we are confirming this opinion according to the Greek inscriptions found in the base saying that the emperor the invincible الذي لا يقهر خلاص Diocletian خلاص and we set this monument by the prefectus of هذا العمود من خلال البريفكتوس او حاكم مصر وحاكم اسكندريه لما يقول لك حاكم مصر واسكندريه على اساس ان مصر حاجه اسكندريه حاجه ثانيه اسم مصر في العصر الروماني اسمه ايه؟ الكساندريا اد ايجيبت اسكندريه ومصر ماشي يا شباب؟ returning to the Roman history during the reign of Diocletian a great revolution happened in Egypt and it was led by Lucius Demetrius known as Achilles. Therefore Diocletian came with a number of soldiers and besieged the country for 8 months the city for 8 months. After that a famine occurred يعني ايه famine occurred مجان. حصلت occurred يعني تحصل a famine occurred or a famine took place يعني ايه took place يعني حصل okay and therefore he opened the gateways of Alexandria and began to supply the Alexandrians with grain. Therefore the prefectus of Egypt set up this column as a gratitude for the kindness of the emperor. ماشي يا شباب؟ غد كده مفهوم؟